السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على problems، مش هنحط حاجة جديدة. ال problems اللي هنتكلم عليها بتتكلم على التستس اللي هي كانت آخر حاجة اتكلمنا عليها قبل توقف الدراسة، اللي هو بين سيركت تيست والشورت سيركت تيست، وإزاي بجيب منها البارامترز بتاع الترانسفورمر، وهنتكلم على الإفشنسي، وهنتكلم على البر يونت كالكوليشن اللي كانت آخر حاجة شرحناها في الفيديوز. لو جيت أول مسألة مثلا، دي مسألة رقم 15، بقول لي 500 كيلو فولت ترانسفورمر سنجل فيز 230 او 2300 ل 230، عمل عليه تستين اوبن سيركت تيست وشورت سيركت تيست. ما ننساش ان الايكوفالنت سيركت للدايره هو عباره عن الابروكسيمت، طبعا قلنا باي ديفولت هنشتغل على الابروكسيمت على طول، ما لم يطلب ان احنا نشتغل على الاكزاكت. ادي الار سي وده اكس ميو، ار ايكوفالنت وهنا اكس ايكوفالنت، او ار توتال واكس توتال. R equivalent اللي هي لو انا بتكلم referred للبرايمري، فهي عبارة عن R1 زائد R2 داش، واللي هي تبقى X1 زائد X2 داش. هو طالب منك الدايرة كلها referred للبرايمري، يا ترى نجيب الأربعة element دولت ازاي؟ أول تيست عمله هو open circuit test، أول تيست عمله هو ال open circuit test. التيست ده تم عند 230 فولت، الكرنت اللي مشي كان 94 و 2250. قلنا في ال open circuit test، في ال open circuit test انت عامل هنا دايرة open circuit، وبالتالي الكرنت اللي ماشي في البرانش ده كله بكام؟ بزيرو. اذا البرانش ده كله باللود ما مش اي علاقه، يعني الدايره في الاخر بتبقى الخلاصه بتاعتها ان هي عباره عن ار سي واكس ميو. هو حاطط بعد هنا 230، الكرنت اللي هيمشي هنا اللي هو هيمشي هنا طبعا لان مفيش مسار غيره 94 امبير، والباور لوسز في الدايره، والباور اللي في الدايره 2250. ازاي احسب ار سي وازاي احسب اكس ميو، وهل هما ريفيرد للبرايمري ولا ريفيرد للسكندري؟ قلنا شرط التست ده، شرط التست ده ان يتعمل عند ريتد فولتج. لو كان تم عند 2300 كنا قلنا ان التست تم من السايد بتاع البرايمري، لكن ده تم عند 230، اذا السايد ده تم من ناحيه السكندري. بمعنى تاني اللي احنا نحصل عليهم فعليا هي ار سي داش واكس ميو داش. ازاي اعمل لهم ريفيرنج او اجيب القيم الاول وبعد كده اعمل لها ريفيرنج للبرايمري؟ الاول ازاي اجيبها؟ احنا قلنا لو انت جيت خدت الفولتج دوت فيزور كريفرنس، ادي الفولت يعني اعتبرت زيرو صفر، هلاقي ان في طيارين هنا، في حاجه اسمها الاي سي وهنا طيار اسمه اي ميو. طيب الاي سي ده كارنت في ريزيستنس، كارنت في ريزيستنس، وبالتالي الكارنت في ريزيستنس ان فيز مع الجهد هيبقى ده قيمه الاي سي. طب الاي ميو، الاي ميو هيبقى بيلاج عن الجهد، ادي الجهد ريفرنس، يبقى لازم الاي ميو يلاج بزاويه 90 درجه. طبعا محصله الاثنين اللي احنا بنسميه الاي نود ده اللي هو التيار دوت اللي هو 94 امبير في التست ده، ودي الزاويه اللي احنا بنسميها فاي. هنلاقي من هنا ان الاي سي ما هو الا اي نود في كوساين فاي، والاي ميو ما هو الا اي نود بس في ساين فاي. بمعنى تاني اي سي وهنا اي ميو ده اي نود ودوت اي نود، بس احنا قلنا ده اي نود كوساين فاي ودوت اي نود ساين فاي. طيب اي سي اقدر دلوقتي احسب الار سي هيساوي الجهد مقسوم على الاي سي، خلاص اقدر احسب هنا اي سي، والاكس ميو هيساوي الجهد مقسوم على اي ميو. طب بكام الاي سي؟ الاول هقول الباور بتساوي الفي في الاي في كوساين فاي عشان اقدر اجيب الزاويه. الباور بكام يا شباب؟ 2250، يبقى احطها هنا 2250. الجهد عندي 230، الكرنت 94 امبير، هقدر اجيب من هنا كوساين فاي، يبقى هقسم 2250، هقسم 2250 على 230 على الكرنت 94، تطلع هي ديت اخد لها الكوساين، شيفت كوساين، تطلع فاي بالمره 84 ديجري، يطلع عند الفاي 84.03 ديجري. ده تقريبا قيمه الفاي. عشان احسب الار سي هقول والله اذا الار سي هتساوي الجهد بتاعي 230 فولت على الكرنت، الكرنت بكام؟ الاي سي، الاي سي قلنا باي نود اللي هو 94 في كوساين الفاي، يعني هيبقى 230، اخد كوساين للزاويه اللي موجوده عندي على الاله واضربها في 94، اعمل لهم انفرس واضرب في 230 فولت، تطلع القيمه ديت تقريبا 23.51 اوم. دي كده هي ار سي. اكس ميو هتساوي 230 على 94 في ساين الفاي، هتطلع القيمه ديت العكس لو خدنا لها الساين، الزاويه بتاعتي ساين، يبقى اضرب اقسم 230 على 94 على ساين الزاويه
اللي هي 84 على ساين 84.03 تطلع القيمة دي 2.246 اوم 2.46 اوم يبقى ده هي الار سي والاكس ميو. فعليا دول ار سي واكس ميو، لا لازم اتاكد من القيمه الحقيقيه اللي عندي اللي هي هل هم ناحيه البرايمري ولا هم ناحيه السكندري. قلنا بما انه تم عند 230 فولت اذا هو تم من ناحيه السكندري، اذا الار سي اللي انت جبتها لا دي ار سي داش وديت اكس ميو داش، ار سي داش واكس ميو داش. طيب هما ده في ناحيه السكندري، ازاي اوديهم ناحيه البرايمري؟ ازاي انقل الار من ناحيه السكندري ارجعها تاني ناحيه البرايمري؟ قلنا بضرب في الان اللي رايح لها على الان اللي انا موجود عندها تربيع. يعني هضرب ديت في اذا ار سي هتساوي ار سي داش الان اللي انا رايح لها اللي هي 230 او 2300 على 230 تربيع، يعني هضرب في 10 سكوير تطلع القيمه ديت، يعني هضرب في 100 يبقى 2351 اوم. بينما اكس ميو هتساوي الاكس ميو داش هضربها في 100 هي كمان تطلع 246 اوم. كده من اول تيست جبت الار سي والاكس ميو. طبعا في طريقه ثانيه يمكن اسرع شويه، كنت ممكن اقول والله ان الباور دي، طب ما الباور دي بتساوي اللي هيستهلكها اكيد هي المقاومه، الاكس سي ديت ليها علاقه بالرياكتيف باور، لكن ديت اللي هيستهلكها هي المقاومه. ممكن عن طريق ان انا اجيب البي واقول في سكويرد على الار، واجيب الكيو عن طريق ان انا معايا الباور والباور فاكتور احسب منها الكيو، الكيو في سكويرد على اكس. لو طبقتها في سكويرد على ار دي هتطلع لي دي 230 تربيع وديت 2250، يبقى الار هتبقى 230 تربيع على 2250. طبعا هنلاقي طلعت 23.5. دي طريقه ثانيه، لكن طبعا صراحه انا دايما دي اللي احنا اثبتناها في المحاضره وقلنا دي دايما الكومون اللي احنا هنشتغل بيها ان شاء الله. طيب في الشورت سيركت تيست لما نيجي نعمل شورت سيركت، ادي الامبيدنس بتاعتي بالمنظر ده، وادي الار ايكوفالنت وادي الاكس ايكوفالنت، هنيجي نعمل شورت سيركت. ده هنا مفيش حمل، هنا مفيش حمل، وبالتالي اصبح الاثنين دولت اصبحوا الاثنين دولت قلنا بيقوم بارل مع الار سي، بيصبحوا بارل مع الار سي والاكس ميو. براكتيكال في حاله السيريز لما يكون عندي مقاومات سيريز، لما اقول لك 1000 سيريز مع 1 1000 سيريز مع 1 ممكن نهمل مين؟ ممكن نهمل الصغيره. ليه؟ لان المقاومه تقريبا هتبقى 1000. ايوه في حاله السيريز ممكن اهمل المقاومه الصغيره، لكن في البارل لو 1000 بارل مع 1 تهمل مع مين؟ المحصله كام الاول؟ 1000 في 1 اللي هي 1000 على 1001 يعني تقريبا 1 اوم، تقريبا كام؟ 1 اوم. اذا لما الاقي 1000 بارل مع 1 ممكن اهمل المقاومه الكبيره. دايما المقاومات دي بتبقى كبيره جدا اذا ما قارناها بالار ايكوفالنت واكس ايكوفالنت، عشان كده في الشورت سيركت تيست ليه الحق ان انا اهمل دولت بالنسبه لدولت. طب انت ليه ما بتهملش دولت على طول؟ براكتيكال بيبقى هنا في حمل، الحمل ده بيبقى ليه امبيدنس، فممكن يكون الامبيدنس بتاعته عاليه جدا او كبيره شويه فتساعد مع المقاومات دي، يعني ما تخليش ديت قليله بحيث ان انا اقدر اهملها. يبقى الحمل هنا هعملها ازاي؟ هعمل كالعاده البرانش دوت، طبعا المساله هنا بتبقى سهله جدا. ادي في حاله ده اللي احنا اتفقنا عليه في حاله الشورت سيركت، الفولتج اللي موجود في حاله الشورت سيركت كان كام فولت؟ 100 فولت. الكرنت اللي ماشي 230 امبير، والباور 9200، الباور 9200 واط. اجيب الامبيدنس ازاي؟ ازاي اجيب اي ايكوفالنت واجيب اكس ايكوفالنت؟ يمكن اسهل حاجه بما اني عارف الكرنت 230 اجيب على طول اي ايكوفالنت، اقول والله ان الباور بتساوي اي سكويرد في اي ايكوفالنت، ده مثلا حل. فالباور هنا ب 9200 هتساوي 230 تربيع فار ايكوفالنت اللي هي ار ايكوفالنت، اقدر احسبها من هنا تطلع لي ار ايكوفالنت 9200 على 230 تربيع، تطلع القيمه بتاعت الار ايكوفالنت 0.174، يبقى ار ايكوفالنت 0.174 اوم. طب ازاي اجيب اكس ايكوفالنت؟ لو انا قسمت خلي بالك حتة مهمة جدا، لو انا قسمت معيار الفولت، معيار الفولت فقط اللي هو ال 100، معيار الفولت على معيار الكرنت هيديني معيار الامبيدنس. فمعيار الفولت 230 اقاس 100، معيار الامبيدنس معيار الكرنت 230 يطلع لي ان معيار الامبيدنس 100 على 230. معيار الامبيدنس ديت هي عبارة عن جذر، لان دي في الاصل عبارة عن ار ايكوفالنت زائد جي اكس ايكوفالنت.
وبالتالي معيارها هيبقى عباره عن r equivalent squared زائد x equivalent squared. يبقى اربع القيمه ديت وانا جبت r equivalent اقدر احسب من هنا x equivalent. يعني هقول دي عباره عن 100 على 230 بالمره هربع القيمه ديت وهطرح منها ال r equivalent اللي هي 0.174 تربيع تطلع ديت هي x equivalent اخد لها الجذر يبقى x equivalent 0.3 تقريبا 9 ممكن نقول 0.4 يبقى x equivalent ممكن نقول عليها تقريبا 0.4 اتاكد بس منها x equivalent تقريبا هتكون 0.4 اوم يبقى اذا x equivalent هتبقى في حدود 0.4 اوم 0.4 اوم او 0.39. سؤال بقى هنا الاول ليه ما عملناش كده في حاله الاوبن سيركت؟ في حاله الاوبن سيركت ما ينفعش تيجي تقول لي انا هعمل هقسم الفولت على الكرنت هجيب معيار الامبيدنس والريال هو الار والامج لا لان هنا للاسف الامبيدنس باريل فالزد هنا بتساوي الار سي في جي اكس ميو على ار سي زائد جي اكس ميو فالجزء الريال مش هو الريزيستنس والجزء الايماجيني هو الكويل الكلام ده غلط عشان كده بضطر ان انا اشتغلها بمبدا الكرنتس اللي احنا اتكلمنا عليه لكن هناك منها سيريز فالزد بتساوي ار زائد جي اكس ايكوفلنت معيارها هيساوي الجزء التربيع الار ايكوفلنت تربيع زائد اكس ايكوفلنت تربيع وما ينفعش اطبق الكلام دوت في حاله انه لود. طيب بعد ما جبت الاكس ايكوفلنت هل التست دوت تم من ناحيه البرايمري ولا تم من ناحيه السكندري؟ تعالى كده نشوفها. الشرط هنا ان الكاونت اللي يمشي الشرط بقى هنا المره دي ببص على التيار لازم الكاونت ده يكون قريب جدا من الاي ريتد. طيب الاي ريتد اجيبها ازاي؟ تعالى كده نحسب الاي ريتد بتاع السكندري اي ريتد برايمري انا اسف اي ريتد بتاع البرايمري هيساوي 500000 مقسوم على 2300 تطلع القيمه ديت 500000 على 2300 تطلع القيمه ديت تقريبا 217 امبير 217 امبير. طيب اي ريتد من ناحيه السكندري هيساوي 500 في 10 اس 3 على 230 يطلع 2170 امبير. 2170 امبير لا ده انا عندي تقريبا الكرنت هنا 230 امبير. 230 امبير اقرب لل 217 عن قربه الى 2270 يعني دوت قريب من الاي ريتد بتاع البرايمري. اذا التست ده تم من ناحيه البرايمري والتست دوت تم من ناحيه السكندري. كمان الجهد دوت احنا قلنا هنا ممكن يكون في حدود 5% الى 10% فلو خدنا بالنا ال 100 فولت ده تشيك تاني برضو عشان اكد لك انه من ناحيه البرايمري ال 100 فولت على 230 ده قرب تقريبا ال 40% او يمكن اعلى من 40% وبالتالي يستحيل يكون تام من ناحيه البرايمري. احنا قلنا الجهد بنحطه في رينج من 5 الى 10% فتقريبا دوت هتلاقيه هنا لو قسمت دوت على دوت اعتقد ان انا اسف على الجهد البرايمري اعتقد هتلاقيه في حدود 4% تقريبا او قريب جدا من ال 5%. اذا الجهد دوت تم من ناحيه البرايمري يعني بمعنى تاني الاي ايكوفلنت والاكس ايكوفلنت اللي احنا جبناهم ريفيرد للبرايمري. اذا الدايره بتاعتي لما اجي اقسمها اخر حاجه في المساله ديت هيبقى الدايره بتاعتي بالمنظر دوت ار ايكوفلنت الار سي الاكس ميو الار سي 2351 اكس ميو 246 جي ار ايكوفلنت ب 0.174 x equivalent ب 0.4 جي وعذرا لو كان في رقم خطا ولا حاجه ممكن يكون خطا وانا بشتغل على الاله. ده كده هي الريفيرد او equivalent circuit referred to primary. ممكن نحل مساله رقم 17 مساله كويسه برضو هرفع لكم المساله ديت لو مش موجوده معاكم. في المساله رقم 17 بيقول لي سنجل فيز 55 كيلو فولت امبير سنجل فيز 55 كيلو فولت امبير ماله السنجل فيز 55 كيلو فولت امبير دوت بيتكلم فيها بيقول لي هنا 55 كيلو فولت امبير برضه هيعمل بعض التستات 55 كيلو فولت امبير بينزل من جهد 220 ل 110 220 الى 110 50 هرتز عملوا بعض التستات عليه كان الاوبن سيركت تيست تم عند 110 فولت 110 فولت الكرنت كان 25 امبير الباور كان 550 واط ده الامبير وده الفولت وفي شورت سيركت تيست شورت سيركت تيست عند 15 فولت الكرنت كان 200 امبير والباور 550 واط.
طالب من سيادتك determine the equivalent circuit parameter referred للبرايمري وبعد كده عايزها referred للسكندري وعايزها in per unit وعايز بعد كده احسب الافيشنسي فمدينا بعض الداتا نقدر نشتغل بيها. طيب لو جيت الاول عشان اجيب الايكوفلنت سيركت للترانسفورمر الاوبن سيركت تيست كالعاده تم من ناحيه مين ال 110 دي تم من ناحيه مين اي بدوت تم من ناحيه السكندري تم من ناحيه السكندري يعني اللي احصل منه فعليا على ار سي داش و اكس ميو داش. طب ودوت الشورت سيركت تيست تعال نحسب كده الاي ريتد كام هنا لو قسمت ال 55000 55000 على 220 وقسمت ال 55000 على ال 110 بجيب الاي ريت بتاع البرايمري والاي ريت بتاع السكندري 55000 على 220 تطلع القيمه ديت 250 امبير 250 امبير بينما هنا هتطلع 500 امبير اذا ده اقرب للسكندري اذا ده تم من ناحيه برضو اللي هي ال 250 يعني ناحيه البرايمري عذرا يبقى ده تم من ناحيه البرايمري. للتأكيد تاني ان المفترض الجهد ده يمثل من 5 الى 10% 15 على 110 11 فولت بس ال 11 فولت يعملوا 10% اذا 15 ده اعلى من 10% بينما هنا 15 على 220 15 على 220 دي اعتقد تمثل نسبه 6.8% يعني في رينج من 5 زي ما قلنا لحد 10% اذا التست دوت تم من ناحيه البرايمري بينما التست دوت تم من ناحيه السكندري. كالعاده همسك ال 110 قلنا الايكوفلنت سيركت في حاله الاوبن سيركت تيست بتبقى عباره عن ار سي واكس ميو بنقول ان الباور بتساوي الفي في الاي في كوساين فاي بعد ما اجيب الكوساين فاي الفي ب 550 الباور ب 550 الفولت 110 الكرنت 25 اقدر اجيب كوساين فاي. الاي سي هو عباره عن الفولت مقسوم على اي في كوساين فاي والاي ميو هو عباره عن الفولت مقسوم على الاي في ساين فاي. احسب دي واحسب ديت بعد كده اقول الار سي هتساوي الجهد على الاي سي بينما ديت الاكس ميو هيساوي الجهد مقسوم على اي ميو. يا ترى انا جبتهم ار سي واكس ميو لو تم من ناحيه البرايمري كان انا جبتهم فعليا ار سي واكس ميو لكنه تم من ناحيه السكندري اذا انت جبتهم هم اي سي داش واكس ميو داش. الحل بتاعنا هيطلع ادي كوساين فاي هنقول هنا ال 550 على ال 110 على ال 25 شيفت كوساين للقيمه ديت تطلع 78 درجه زي ما قلنا دايما الفاي في الثمانينات والسبعينات فتطلع الفاي الزاويه فاي نفسها ب 78.4 او 46 3 ديجري ديت هي الفاي. ممكن احسب الجهد او احسب على طول ال انا اسف دي الار سي على طول ادي الار سي وديت على طول هي الاكس ميو وبالتالي ديت هي الار سي داش وديت هي اكس ميو داش. هحسب من هنا الار سي داش الجهد كام؟ الجهد عندي 110 يبقى 110 على الكرنت الكرنت بتاعنا 25 في كوساين 78.46 تطلع القيمة بتاعته تقريبا 22 اوم بينما الجهد هنا هيطلع تقريبا 4.5 اوم يبقى هنا 22 اوم وهنا 4.5 اوم. عايز اوديهم ناحية البرايمري يبقى هضرب في ان 1 اللي رايح لها على ان 2 اللي انا عندها يعني هضرب في 220 على 110 تربيع عشان احولها الى ار سي ودي نفس الكلام هضربها في 220 على 110 تربيع عشان احولها الى اكس ميو يعني هضرب في 4 ف 22 في 4 تبقى 88 و 4.5 يعني هتبقى 18 اوم يبقى اذا اكس ميو تطلع 18 اوم والار سي تطلع 88 اوم. وما تنساش يعني خلي بالك من السنس بالارقام ان دايما الار سي بتبقى دائما ابدا اكبر من الاكس ميو يعني لو حبيت اهمل واحده فيهم هعمل الار سي لان شغالين بارلل شغالين بارلل. يبقى هنا ده اللي احنا جبناه من الشورتس الاوبن سيركت تيست. الشورت سيركت تيست اللي بعديه الشورت سيركت تيست عشان احل الشورت سيركت تيست والله الجهد هنا كام 15 قلنا في الشورت سيركت الدائره كلها بتبقى عباره عن ار ايكوفلنت واكس ايكوفلنت معايا هنا الجهد 15 فولت الكرنت 200 امبير ومعايا الباور ممكن اقول والله الباور 550 سكوير هتروح هنا على طول
هتساوي الكرم تربيع في R equivalent. اقدر احسب هنا R equivalent. وفي نفس الوقت لو قسمت الجهد اللي هو 15 على الكرم